احنا شاهد عيان على المجازر اللي ارتكبتها الصهاينه بحق الشعب الفلسطيني وحق الشعب اللبناني بالاكيد، لانه راح لبنانيه وراح فلسطينيه من اخواننا اللبنانيين، بلشت من بير حسن لمخيم شتيله وحتى كمان فاتوا على اطراف المخيم. يعني بحماية الاحتلال الإسرائيلي انسحبوا من المخيمات وتركوا فظائع مجازر نسوان وأطفال وكانوا جتت بالشوارع ومفخخين الجتت، يعني شي حاطين القنبلة شي حاطين لغم، يعني مشان اللي بده يشيل جتة ينفجر فيه، يعني مزرعة أكبر. هاي الزتي ما بتنتسى، هاي الزتي ما بتنسى، هذا ذكر آلام الشعب الفلسطيني مثل تل الزعتر مثل حربات حتى حربات الأردن الأسود، يعني كل هذه الحربات ضد الشعب الفلسطيني اللي صارت ضد شعبنا بالوطن الفلسطيني وخارج الوطن الفلسطيني. هذه ذكريات ما بتنتسى. بعد هلا لحديت الان الاحتلال الاسرائيلي ما تحكم على المجازر اللي عملها، يعني هلا اي فلسطيني يطلع يعمل عمليه ضد الصهاينه بفلسطين بتقوم الدنيا بتقعد، اذا بموت جندي اسرائيلي بتقوم الدنيا بتقعد. كل هون الوضع عندنا بالمخيمات ما في اشغال، الشباب باطل عاطل العمل، ما في اشغال، ما في يعني ما في اي شيء، ما في اي حقوق مدنيه لان عمل طبابه، يعني هلا بتفوت على المخيم بتلاقي 40 صيدليه 50 صيدليه، يعني بيجي واحد غريب من برا هو بتوصل بالبرا، واحنا اللي سنة من سنة 48 ما لنا اي حقوق مدنيه هون. انا بتمثل يعني كنت ولد هربت بتذكر شغلات بسيطه جدا بس شو عيلة بالمرة يعني انا بتسمع على العالم. لا اكيد متمسكين بالذكرى ما بينسوها، يعني هيدي المجازر ما حدا بينساها، يعني لا لبناني ولا فلسطيني ولا كبير ولا صغير، وبعدنا لهلا بنروح بنعمل ذكرى وبنزور المقبرة تاعت صبرا وشتيلة والله يرحم اللي ماتوا، وبعد في ناس لهلا متصوبة وبعدها ببيوتها يعني. ايه على بيني وبينك يعني اللي فات مات مثل ما بيقولوا، لو بده يصير محاكمة صار، ومنتأمل نحنا من رب العالمين، اللي عند ربك ما مش عند حدا، والله قادر على كل شيء. سيء جدا، يعني في ناس غطت على ناس، والوضع الاقتصادي المعيشة خاصة بالمخيمات، هلأ برا ممكن يزبطوا وضعهم، بالمخيمات صعب جدا الوضع كتير كتير كتير، خاصة على الفلسطينية اللبنانية. لا يعني قد ايه صار في حروبات هون وقد ايش ولا هربنا ولا مره، دمرنا هون ولا هربنا، ضلينا عايشين هون بقلب الحروبات، ضلينا بقلب الحروبات مش مثل العالم اللي دمرت بسوريا او مخيم النهر البارد او كله هربوا، نحن ضلينا صامدين. بتذكروا بضلنا بنفتح هذا السيري. ليش؟ بنضلنا هيك بنفتح هذا السيري. دمرنا ودمر المخيمات، من وين بده يسامح الواحد؟ ما هي راح اللي عملها راح. نحن متذكرينها بس من وراء تنظيماتنا. غير هيك اصلا الناس كلها نسيت. مش نسيت كرمال انه نسيت، لا، لانه صارت للاسف صارت شماعه نسرق عليها مجزره صبرا وشتيلة، بطلت انه كرمال نتذكر شهدائنا وكيف اللي صار فينا. ايه تنظيماتنا كثير وصلونا لتجاره فيها. نحن بدنا نتحاكم نحن اول شيء، بعدين نتحاكم اللي عملوه، يعني نجي من الاخر نظف حالك بعدين نشوف الناس الثانيه شو اللي صار.